شوف انا ما نعطيكش احكام مسبقه، انا بالنسبه لي هي ضحيه جريمه تنصبت كطرف مدني واش ما محقهاش ولا محقها. هذا ملف يتعلق بالجنس، هذا ملف يتعلق بجرائم مرتبطه بالجنس، التجار في البشر، التجار بالبشر، هذاك العرض، الاغتصاب، الى هذا هو السياسه، هذه موضوع اخر. قلم حر الموضوع، دابا الامور ما يتعلق لا بجرائم صحفيه، هذا ملف يتعلق بجرائم مرتبطه بالجنس، كاين جنس وكاين عنف. احنا ما كنعطيوش احكام مسبقه، احنا غنقولوا بلي هو متهم بريء بقوه القانون الى تبت ادانته، هذه بدا البراءه. وعندنا ضحايا كيقولوا حنا كنا ضحايا اعتداءات، وكاين وسائل اثبات اللي غتعرض على المحكمه وغتكون القناعه لابد بلاتي. شنو هي؟ كاين في قانون المسطره الجنائيه تعدل في 84 جوغيرا لحمايه الضحايا والشهود والمبلغين، لان الضحايا سيما في هذا النوع من الجرائم كيكونوا ضحيه الجريمه، ضحيه الاجراءات داخل المحاكمه، وضحيه المجتمع كيبقى لهم ذاك الوصم في حياتهم، انت زعما اللي اغتصبوك انت اللي داير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.